شوف الفرق بين واد صفصاف وواد واد القهدي واد السودان، ما نجبلش على العالية. سبحان الله، شا صبت البارح يعني نو وحده وما تحركش بكل ماشا، ما تحركش وقعد غير زيكو برك، سما يعني غير تاع الشوارع برك تاع الشوارع. واد القهدي البارح معمر صفر كامل صفر، سبحان الله. شفت كيفاه الغابة كيفاه تجيبها، يقول لك المحافظة على الغابة كيفاه تجيب الأمطار، الارتفاع والغابة تلعب دور كبير في جلب الأمطار. هي بإذن الله هي باينة، بصح يعني تلعب دور البيئة، تلعب دور كبير. شوف سبحان الله، هي دولة ما جرى بكلها وما قعد كيما راه، طلع غير شوية برك بالزيقو. وهداك البارح صفر شقول واحد، سبحان الله. أو لصق الفيديو في بعض ومن بعد تشوف بعد ما تشوف 15 ماي، سبحان الله 15 ماي 2023، سبحان الله العظيم. مشيت شوية كاملة ما مشاش، مشى غير شوية برك، يعني كون فيكون رب العالمين. هايداك سبحان الله العظيم، كون فيكون واد القهدي. شوف سبحان الله، شا وين كان الماء، شا الأطراس وين كان، شا لو طاح برك، شا سبحان الله العظيم. ها كن فيكن، ها الله كن فيكن، ها سبحان الله، ها والله العظيم كن فيكن. قد هي صلي وبارك الله العظيم، ما صليش بالسبت، ما صليش بالجمعة، ها صلي وصبت لها ورب العالمين، ها الخير شا. واحد ما يصليش بين احد بالسبت ليه ما كنت رب العالمين، صلي ما صلي في الليل في النهار، ما صليت لي نورمال، صلي برك ما عنديش نهار محدد، ما قالش الرسول صلي بالسبت ولا بالحد ولا بالثلاثة ولا الاربعاء الخميس، صلي وخلاص. اه سبحان الله العظيم، ها وداك واد القهدي سبحان الله، ها آه سبحان الله، ها آه سبحان الله العظيم. او كان شاشا وين كان سير، هذه يقول لك الجبال تجيب النور صح، يعني تجيب الامطار سبحان الله. شاف هاشا هنا لك جنان العنب، هناك شعب شايحة ولا قطرة ما تنصاب، وهنا هاك شوف معمر ما، ها شا الخيول كيفاه فاضت، شاف سبحان الله، شاف او طاح برك، ها شا وين كان سبحان الله العظيم. شاف لا حول ولا قوة إلا بالله، يخلق الله ما يشاء سبحان الله، قدرة الله العظيم كن فيكون. ها